يا مساء السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج. النهاردة معانا موهبة جميلة جدا، أنا شخصيا بحبها جدا وبشجعها جدا، وأتمنى إن هي توصل لأعلى مكانة في موهبتها، ووالدها اللي دعمها بكل ما يملك من القوة لحد ما وصلت وصعدت سلم النجاح. معانا النهاردة أشرقة أحمد والمطرب الملحن أحمد سعد السكندري والد أشرقة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا يا أشرقة، تعرف ان انا بحبك جدا من اول ما غنيتي اما براوة، وانا كنت بشجعك جدا بمنتهى القوة، كنت ربنا بتمنى يخليكي. فعلا ان انت تاخدي لقب ذا فويس كيدز. اهلا وسهلا، شرفتونا أهلا النهارده. بيك. عايزه اسال حضرتك يا فندم، حكاية الديوت الجديد ايه اللي مع المطرب السعودي محمد العبد الله؟ ده يعني مشروع كده اتكلمنا فيه والحمد لله تم تنفيذه بنسبة مثلا 60 ل 70% على سن أشرقة اترمت صوتها، تمام. وهو المفروض هيرمي صوته في السعودية دلوقتي. المطرب محمد العبدالله العبد الله، وصلتوا لحد فين فيه يعني المفروض هو اليومين الجايين دول هيرمي صوته، وبعد كده ان شاء الله يعني ناويين يعملوا كليب مع بعض بقى، مش عارف بقى هو هيجي لنا مصر ولا احنا، او يعني تصوير هنا شويه هنا شويه، احتمال يعني ان شاء الله يا فندم. ان شاء يكون الله. عمل خير ان شاء الله. احكي لي ازاي امنت بموهبه اشرقت، وانا عندي ثقه وعندي ايمان ان الاب والام هم الداعمين الحقيقيين لاولادهم، ازاي دعمت موهبه اشرقت وازاي عرفت ان صوتها كويس، بما ان حضرتك طبعا ملحن ده مش غريب على حضرتك، بس ازاي اكتشفت موهبه اشرقت؟ يعني هي الموهبه في العموم يعني بتبان يعني، وخصوصا من الصغر، وانا بنصح اي اب واي ام في عنده اولاد صغيرين يبتدي يدور، او لو لفت نظره ابنه عنده اي موهبه، مش لازم في الفن بس، اي موهبه يبتدي ينميها له، ان هي الموهبه بتظهر من 6 7 سنين كده، وبتبقى يعني الواحد بياخد باله ان في حاجه ايا كان مجال الموهبه. فالمفروض الاب والام ما يعني لازم ينموا الموهبه دي، ان ممكن يطلع منه حاجه كويسه جدا تفيد البلد في اي مجال يعني. عند حضرتك حق. اشرقت، كنت شايفاك وانت طالعه على المسرح اول مره ما شاء الله، يعني انا كانت نانسي بتصرخ وانا كنت معاها وبسقف وكده، يعني انا كنت حاسه ان انا قاعده معاهم في لجنه التحكيم. قولي لي، كانوا عندك ثقه كبيره جدا، مين اللي نمى فيك الثقه دي واداها لك، ومين اللي نمى وقال لك ان انت موهبتك جميله وتستحق؟ هو بابا اللي كان بيدربني على طول، وساعات بابا كانت تقعد تغني معايا كده، ادردر معايا شويه. و وانا هي عندها برده لسه امبارح جاي لها بالليل، والله ما شاء الله ربنا والله. يحفظها والف سلامه عليك يا اشرقه. هي بتقول لي في الكواليس انا كل ما اطلع في حلقه لازم يكون عندي برد او لا، كحه. هي امبارح استحضرت خففت، يا بنتي البسي، والجو امبارح كان بدا يسقع بالليل، ففجاه لقينا الموضوع قلب معاها، قلت لها ما شفتي بقى، كان المفروض كانت تبقى الف سلام عليك يا اشرقه. قولي لي يا اشرقه، ازاي بقى يعني كان عندك الثقه دي، ما كنتيش خايفه؟ انا ساعتها قبل ما اروح ذا فويس كيدز كان بابا بيوديني مع المايسترو محمود ابو زيد، فالثقة دي بقى بقيت يعني بقيت عادي، بقى بيبقى قدامي ناس كتيرة فبقيتش خايفة. يعني أول مرة كنت خايفة، فمع الوقت ما بقيتش خايفة. وبعد كده رحت الأوبرا مع المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، برضو كان في ناس أكتر في يعني ساعتها، والثقة دي يعني فضلت ثابتة لحد ما رحت ذا فويس كيدز. كان عندك ثقة ان الثلاثة هيلفولك ويتخانقوا عليك؟ لا لا، كان عندي ثقة في الأغنية، يعني بغني بثقة، يعني ما كنتش خايفة. طب غني لي بقى أغنية، أنا نفسي أسمع منك أغنية بس جديدة بقى غير أغاني ذا فويس. الأغنية قديمة بس ما غنيتهاش يعني. ماشي. تحبي تقولي إيه؟ هتقولي إيه؟ أنت هتسمعيني؟ قولي لا، أنت اللي حابة تقولي إيه؟ أنا نفسي أسمع، قول لي أعمل لك إيه؟ ماشي، يلا. بحبها جدا. قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه، قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه،
وانت انت الغالي علي غالي علي. قولي العين في العين وانت ولا داري بحالي. والقى تبقى هين قلبي والفكر اللي جالي. العين في العين وانت ولا داري بحالي. والقى تبقى هين قلبي والفكر اللي جالي. بالاتنين والله خدوا مني ليالي. كل ده كان فين؟ قولي كان ملك ومالي. قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه. وانت انت الغالي علي غالي علي. قولي ما شاء الله وبرافو عليك يا اشرقت. سمعت خبر ان ان في اغنيه هي هتمثلنا فيها في الامم المتحده او اغنيه اسمها الامم المتحده اشرق. تم اختيار يعني اشرقت هتمثل مصر فيها. والله الحقيقه شرف كبير قوي ان الامم المتحده اختارت اشرقت تمثل مصر في الاغنيه. اغنيه عالميه اغنيه مهمه جدا. هي الامم المتحده مهتميه بموضوع محاربه الفقر والجوع والتشرد وكده. وفي اليه للموضوع وغير ان يعني بيدعم الموضوع ده الفن بقى. تمام. ان هم معاها ست اولاد سته من ذا فويس برضو على مستوى ست دول ثاني وهي السبعه نفس صغر سن اشرف. من ذا فويس برضو زملاتها بتوع ذا فويس من سوريا ومن البحرين. يعني هي الوحيده اللي مثلت مصر من سبع دول. مصر والسعوديه والتونس والبحرين والعراق ولبنان وسوريا. احساسك كان ايه يا اشرف لما تم اختيارك؟ كنت فرحانه جدا يعني. شرف كبير. وكمان يعني فرحانه ان انا هقابل صحابي تاني بتوع ذا فويس كيدز لان احنا قعدنا مع بعض كتير كتير يعني بالشهور. فيعني لما سبتهم ذا فويس كيدز كنا عمالين نعيط كلنا لان احنا يعني بقينا زي الاخوات. ففرحت جدا جدا يعني لما كنت انا بمثل مصر يعني. فضائيه العالم طبعا هتذيع المفروض قالوا لنا يعني ان هي هتتذاع لحد سنه 2035 لان بقول لحضرتك في يعني حاجه يعني عاملين الموضوع ده على ارض الواقع بجد يعني. وفي اليه على منظمه معينه من الامم المتحده ماسكه الموضوع. ايه لما يعني تلقيت الخبر ان هي هتمثل مصر؟ طبعا شرف شرف كبير جدا. حسيت ان تعب حضرتك طبعا حاجه يعني. بقول لحضرتك الامم المتحده عامله اغنيه عالميه جايبه سبع دول من ضمنهم مصر خدت اشرقت. فده شرف كبير جدا. الحمد لله. غير ان هم بيجيبوهم فين بقى؟ يعني هم رموا صوتهم في لبنان والمفروض في شهر 3 رايحين يا الاردن يا دبي يصوروا الكليب. لكن دلوقتي قالوا لنا وحصل فعلا ان اي مؤتمر قمه هيجيبوا السبع اولاد يغنوها لايف. وفعلا حصل. كان في مؤتمر قمه الامم المتحده اسمه قمه المعرفه في دبي جابوهم السبع غنوها. والمفروض ان رايحين امريكا كمان في قمه الامم المتحده في امريكا شهر 6. حضرتك مش شايف ان ده هيأثر على دراسه اشرقه؟ لا لا بص هقول لك على حاجه. احنا هنقعد اقل من اسبوع يعني فمش هنلحق. طب انت بتقدري توفقي بين الدراسه وبين الموهبه بتاعتك؟ وانا شايفه ما شاء الله حفلات كتير وما شاء الله يعني. يعني انا لو عندي سفر زي ده لا هاخد معايا مثلا يعني كتب واذاكر في الفندق الحاجات اللي فاتت. هي بيني وبينك هي بصراحه انا بشفق عليها بصراحه الحقيقه. ربنا معاها. هي دي حظها ان اتحطت في حاجه طبعا يتمناها اي حد. بس يبقى المفروض كطفله يعني كتير. هي نفسها لما هتكبر هتحس ان هي يعني شالت حاجات كتير قوي بدري اللي هي النجوميه. انت عارف النجوميه دي نجوميه بالحجم ده اللي احنا بنشوفه لما بروح اي دوله عربيه او عبر الواتساب عندي او نجوميه عريضه. ومش نجوميه وبس الحقيقه والله نجوميه وحب الناس بتحبها. فمسؤوليه كبيره قوي عليها وعلينا. صحيح. والله. طيب احنا سمعنا ان كاظم الساهر قال لو اشرقت حصلت على لقب ذا فويس كيدز هقدم استقالتي. ده حقيقي؟ ما انا هقول لحضرتك انا نفسي سمعت الكلام ده. انا سمعته منين بقى؟ مش من الشارع ولا الناس العاديه. لا انا سمعته من النقابه عندنا. انا عضو عامل في نقابه الموسيقيين. اهلا وسهلا. ولما اسمع ان انا من النقابه جاي بكلام ده جاي من
يعني مش جاي من مصادر معينه موثوق فيها او من اماكن الحدث هل نفسها. هو زعل ان حضرتك قلت في الكواليس او هو انا كان متهيألي ان يعني انا كنت واخد والسيناريو اللي حصل ايه؟ ان اشرقت الشوايه اللي انت شفتها دي وهي بتحاول تختار حد دول قعدت دقيقتين لكن في الواقع ثلث ساعه. انا وهي كنا متفقين زي اي اهل متفقين لما ثلاثه يلفوا هنختار كذا فاحنا كنا متفقين على تامر الحقيقه مش تقليلا من كاظم الساهر. يعني انا اساسا قعدت كتير يعني عمال بلاقي اللي هو يعني مش اي حد فكاظم يعني بقى كاظم قال لها ايه بقى؟ قال لها انا هعيط وانا انت بتاكلي ايه؟ قالت له انا هطبخ لك تخيلي فالبنت صغيره كاظم الساهر بيقول لها كده فقعدت بقى تلت ساعه عيني وتبص لي وخايفه ومش عارف ايه فكان لازم اتدخل انا واقول لها يلا خلاص انا حسيت باحراج حتى لو راجعت الفيديو هتلاقيهم بيقولوا ايه نشفت نارقنا نانسي قالت كده تعبتهم فعلا فكان لازم قلت لها تامر يعني انا مصمم برضو على تامر هو قطعوا في المخرج جابني وهو نفسه شافني حقيقي ما رضيش فالسيناريو ده حصل هو احرج بس انا كان ذنبي حقيقي ما رضيش يسلم عليك في الكواليس؟ ما انا لا ده انا جاي لك بقى ده بعديها بحوالي في المواجهه الثانيه دي كانت نجحت بقى وكده هو طالع عشان يصوروا له بقى المواجهه الثانيه بتاعته فانا جاي اسلم عليه راح ناطر ايدي كده والله انا اول مره اقول الكلام ده الحقيقه يعني. طيب مع ان انا بحب قلت له ده انا بحبك ده انت كبير فهو اتكسف من الكلمه بقى لي بضحك معاك كلنا بنحبه احنا بنحبه طبعا بس طبعاً هو خد المساله على حساب يعني خدها بحساسية زيادة لا هو يعني كان حابب ان اشرقت تكون في فريقه ده جدا ما هو ده اللي خلاه يعني قال متخيل حد بيقول لها انا هعيط انا ممكن اطبخ لك انا ممكن وتقول له في الاخر لا انا عايزه تامر فخدها على كرامته واحنا ما نقصدش طبعا نحرجه هو السيناريو حصل كده والمخرج لبس الدنيا في بعض طب اسمع منكم حاجه انتوا الاثنين يلا شوفوا قولي لي هتقولي ايه الاول عشان الفرقه المسائيه بقيادتي هتقولي لنا ايه؟ ألف سلام عليك. تقولي ايه؟ مش عارفه قول لي ايه؟ عايزين حاجه ما فيهاش نون عشان النون طالع انا عايزه اما براوه بعشقها منك يعني بصراحه يعني فيها ب طب قولي حيرت قلبي كمان حيرت قلبي انا بحبها جدا منك برضه عايزه اقول حاجه خفيفه شويه عشان اللي هي ايه اشرقت؟ قول خفيفة ما انت اللي قلتي في حاجة خفيفة ليا ايه؟ ايه بقى؟ حيرت قلبي حلو ماما بتحب حيرت قلبي عشان خاطر ماما بتسمعنا دلوقتي هي وصلت يلا يلا ماشي هساعدك عشان تحرمي تخففي ما نقولك ما تخففيش تخففي يلا حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي قول عامل ايه وياك ولا عامل ايه ويا قلبي بدي اشكي لك بنار حبي احكي لك عاللي في قلبي بدي اشكي لك بنار حبي بدي احكي لك عاللي في قلبي واقول لك عاللي سهرني واقول لك عاللي بكاني واصور لك دار روحي وعزت نفسي بنعاني وعزت نفسي بنعاني الحمد لله برافو عليك رغم البرد بس الحمد لله مش عارف تقول حاجه بس لا الحمد لله الحمد لله والصوت عشان تحرمي تاكلي جلاس صحيح قول لي بما ان حضرتك عضو عامل في النقابه ايوه اثرت موضوع خطير يعني مكسر الدنيا على السوشيال ميديا وتعب الناس كلها ايه رايك في قرار الفنان هاني شاكر بمنع المهرجانات طبعا احنا كلنا شجعناه عشان ياخد قرار زي كده الحقيقه لان احنا بلدنا واحنا مسؤولين فيها وهو مسؤول كبير هو الحكومه تعتبر في المنطقه بتاعته دي لو الشباب اللي بيسمع الكلام ده
هو مهما كان شباب طايش يعني، مع احترامي ليه يعني، مش طايش بمعنى انه حاجه، ولا هو طبيعته كده، كلنا كنا في السن ده طايشين بمعنى ان احنا مش حاسين بممكن الاضرار اللي تجيلنا ايه. تمام. فهو كحكومه مسؤول عن الكلام ده، مش يقول لهم طالما انتم موافقين يبقى انا اوكي، طالما ده راي عام والناس حابه. لا، مش الناس حابه. لا يعني انت بتشجع؟ طبعا وشجعناه ومبسوطين منه جدا، وانا طبعا انا شخصيا انتخبته جدا في الـ في الـ في الانتخابات، وواقفين في ظهره طبعا. والمفروض كل اجهزه البلد نفسها تبقى تتصدى لاي حاجه تبقى خارجه عن تقاليدنا وعن قيمنا وعن فننا المحترم وعن سيد درويش ورياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب. دي بلد فاتن حمامه ونجيب محفوظ، وعلى مستوى السياسه والفن والاقتصاد وكل حاجه تلاقي مصر دي عظيمه جدا. بلدنا امانه في ايدينا. بلدنا امانه في ايدينا صحيح. فاحنا لازم نحافظ عليها ونحافظ على الشباب ده ونوجهه ونديله فننا المحترم الكبير. بشكر حضرتك جدا. هنسمع من اشرقه اغنيه ونختم. يلا يلا اسمعي يا اشرقه اغنيه جديده. قولي اغنيه. غني الأغنية الجديدة. قولي الأغنية الجديدة. بس هي بليباك. اتفضل. بليباك ولا ايه؟ لا قولي أغنية. أي أغنية؟ طيب. أي أغنية، مش لازم الوطنية دي. قولي أما براو. ماشي. لا قرار أحلى. أما براو براو أما براو دور حبيبي تراوى آخر مرة تراوى قلت حبيبي بلا روعة شارة يا را روح نوالا. الصحة والجمال HBC.